أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الأربعاء 15 سبتمبر أيلول 2021. تظهر التوقعات أنك بحاجة إلى التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى اليوم. تريد إجراء تحول في نمط حياتك ومهنتك من خلال الانغماس في العمل الذي يتطلب التواصل مع الآخرين. حاول أن تنجز كل ما خططت لفعله. يمكنك الحفاظ على التركيز الحاد على ما تريد القيام به، فقط تأكد من عدم المبالغة في ذلك. عاطفيا، ستتمكن الآن من معرفة نوع الشريك الذي تريد قضاء حياتك معه. نعم، كلامك صح، يجب أن تذهب من أجل الحب وليس الزواج، من أجل مكاسب مالية. قد تصادف هذا الشخص المثالي، واندفاع الفراشات في معدتك عند رؤية هذا الشخص سيكون مؤشرا على ذلك. دع حدسك يرشدك إذا فشلت الفراشات. مهنيا، رؤسائك يستمتعون فقط إلى ما يريدون سماعه، وهذا ما يمنعك من التعبير عن نفسك بحرية. لقد دعمك زملائك جيدا في مثل هذه المواقف، وهذا هو الوقت المناسب لتقدير المساعدة التي تلقيتها منهم. ستحصل على الكثير من الثروة بمجرد ضبط مزاج رؤسائك بشكل صحيح. صحيا، قد تضطر إلى تحمل ضغوط وإجهاد غير ضروريين من بعض القضايا المتعلقة بالعمل. عليك أن تدرك أنه لا يمكنك إبداء إرضاء الجميع، وأن محاولة القيام بذلك سيؤدي إلى إجهاد لا داعي له، سيؤثر على صحتك. بدلا من ذلك، حاول أن تأخذ قسطا من الراحة وتجدد مستوى طاقتك. يجب أن تحاول أيضا ممارسة بعض التمارين الاسترخاء لتخفيف إجهادك العقلي. توقعات برج الثور للرجل. حافظ على جديتك في العمل وسوف تكتشف النجاح مرة أخرى على كافة الأصعدة. إذا عملت بثبات، انسى الماضي وابدأ من جديد. الأنشطة الرياضية كفيلة بتحسين صحتك ومزاجك. توقعات برج الثور للمرأة. إن لم تستطيعي أن تكوني واضحة في كلامك اليوم، فلا تدخلي نفسك في محادثات لا فائدة لها. انتظري الوقت المناسب اليوم. عقلك حاد جدا وأنت قادرة على رؤية كل شيء، لذا أنت في حالة مثالية لإعادة التفكير في كل شيء وعمل عصف ذهني لكل ما يدور في عقلك من أفكار وقرارات. حاولي أيضا حل مشكلاتك مع بعض الأصدقاء أو أفراد عائلتك. توقعات العلامة الأولى مواليد 20 أبريل إلى 30 أبريل. يبدو أن شكوكك في الأمس قد تبخرت، وأنت الآن منشغل بالتقدم للأمام. حاول استخدام هذه الطاقة في البدء في مشروعات جديدة واتخاذ قرارات هامة. بما أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وأنت تشعر بالراحة بالنسبة للأمور التي تقوم بها، يمكنك الاستمتاع بالنجاح القادم. لكن لا ترتبط بالكثير من المشروعات، وذلك لأن توازنك الداخلي سوف يصبح مهددا وسوف تتعرض لخطر استئناف نفسك. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 مايو إلى 10 مايو. أنت ناجح في كل ما يخص العمل والقرارات الهامة التي اتخذتها، اثبت صحتها، لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائما عند التفكير في المشروعات. أنت مفعم بالحيوية، فاستمتع بوقتك واخرج واكتشف أماكن جديدة واطلب من الأصدقاء الانضمام إليك، وسوف يؤدي هذا إلى رفع روحك المعنوية في المجمل. أنت تشعر بالقيادة والهدوء، استغل هذا في الحفاظ على مستوى صحتك الممتازة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 مايو إلى 20 مايو. حان الوقت لتوضيح الأمور
وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضا سوء التفاهم من بين الزملاء. الثقة التي تنطق بها مغرية وجذابة للآخرين. انظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة. المعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك. استخدم طاقتك في الأنشطة الرياضية أيضا. إذا لم يكن لديك الحافز السليم من قبل يمكنك البدء الآن أخيراً.